نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. ساندويتش كرات اللحم الإيطالية الشهية هذه سترضي كل العائلة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بوضع كرات اللحم في وعاء وأضيفي صلصة الطماطم. اخلطي المزيج حتى تصبح كرات اللحم مغطاة بالصلصة، ثم قومي بعصر كمية سخية من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن على القطعة السفلية من الخبز الفرنسي. ضعي كرات اللحم المغطاة بالصلصة على الجبنة، غطيها بالقطعة الثانية من الخبز لتشكل الساندويتش. ستجدين وصفة ساندويتش كرات اللحم الإيطالية اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي لنا واستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.